نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. بسم الله، والصلاة والسلام على مولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه وحزبه ومن والاه. معشر الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا يا رب من المقبولين لديك. اللهم يا رب لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، ومن شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا من يدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحوض المورود. آمين يا رب العالمين. أحبتي، مرحبا بكم جميعا في برنامج نفحات رمضانية، لازلنا على نفحاته الروحانية، ومرحبا بنا في حلقة أخرى، حلقة جديدة ومع دعوة خير جديدة. أحبتي، حتى لا أطيل عليكم، أترككم مع دعاء اليوم. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين. وإلى وجهك ربنا ناظرين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ختاما أحبتي، لا يفوتني أن أشكر لكم طيب تتبعكم لنا، سواء من خلال صفحتنا الرسمية بالفيسبوك أو على قناتنا باليوتيوب، من خلال تعاليقكم الجميلة وطيب تتبعكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد، فكونوا في الموعد. السلام عليكم.